كيف أبصرت طريقي لست أدري
هل أنا أرى من نفسي في حياتي أن أقول لست أدري إلى أن يقول ولماذا لست أدري؟ الجواب لست أدري. حالة من الضياع والتيه يعيشها الإنسان الذي انفصل عن الله عز وجل ولم يتعرف عليه. ذلك جاء القرآن منهاج الحياة يعرفنا بالله عز وجل لنوحده ونفرده بالعبودية، وهذا أصل الأصول كما قال القرآن في سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وجاءت الآية التقطرة تؤكد على التوحيد على أصل الأصول في مثل قوله تعالى في الآية 55 من سورة البقرة آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية. والآية التي تليها 256 من سورة البقرة: ربنا يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. هذه الآية تساوي لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت نفي تساوي لا إله، ويؤمن بالله إثبات تساوي إلا الله. النتيجة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصال لها. آيات ترسخ فينا التوحيد لله وحده لا شريك له. فالقرآن منهاج حياة. ما فائدة أن يعيش الإنسان في هذه الدنيا القصيرة الزائلة وهو لا يعرف الخالق جل جلاله؟ فتأتي هذه الآيات لترسخ فينا التوحيد. وبعد الإيمان يرشدنا القرآن إلى إفراد الله بالعبودية وحده كما قال ربنا في الآية استدلت إليها: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. آيات كثيرة تأخذ بألبابنا وعقولنا لمعرفة الله ثم عبادة الله جل جلاله. وعلى سبيل المثال في سورة الذاريات بدءا من الآية السابعة: والسماء ذات الحبك. القرآن منهج حياة يأخذ بعقولنا وأفكارنا لنتدبر لنتأمل في كتاب الله المفتوح. والسماء ذات الحبك الآية السابعة، والآية 24: وفي الأرض آيات للموقنين. الآية التي تليها الآية 24: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهذه الآية 21 تساوي الآية 53 من سورة فصلت: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. النتيجة: حتى يتبين لهم أنه الحق. والآية التي تليها آية 22: ربنا يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي الآية 49: ومن كل شيء خلقنا زوجين. انبثاث الزوجية في هذا الكون الفسيح ما نعلم وما لا نعلم. والآية 49 من سورة الذاريات تساوي الآية 36 من سورة ياسين: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض و
وختمت الآية بقوله تعالى ومما لا يعلمون ليظل الإعجاز القرآني قائما أبد الآبدين في عالم الإنسان في عالم الحيوان في عالم النبات في عالم السحاب في عالم الذر في جميع العوالم ما نعلم وما لا نعلم. ثم تأتي الآية 50 ربنا يقول لنا جميعا ففروا إلى الله فرار جماعي بعدما يتمكن الإيمان من قلوبنا الفرار إلى الله ففروا إلى الله. ثم تأتي الآية 55 ربنا يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والآية التي تليها الآية 56 تجيبنا عن سؤال محير من الأسئلة المحيرة التي لا نجد لها جوابا في دنيا الفلسفة وفي فضائل المعرفة إلا في الوحي الطاهر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. القرآن منهاج حياة خلقنا لنعبد الله عز وجل. والمجال الثالث المجال التربوي الأخلاقي. نبينا بدح وحيا بسمو أخلاقه وإنك لعلى خلق عظيم. وهو صلى الله عليه وسلم قال أحاديث شريفة تطرى تبين البعد الأخلاقي في شريعة الله في مثل قوله تعالى صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية في الأدب المفرد للإمام البخاري إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. ويقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تتلوها وخالق الناس بخلق حسن. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أحاديث كثيرة تجذر البعد الأخلاقي في شريعة الله. فالقرآن منهاج حياة ليضبط حركتنا في المجال التربوي في المجال الأخلاقي. هذا الذي يجمل حياتنا هذا الذي يجمل التزامنا بالدين. ثم يأتي المجال الرابع وهو المجال التشريعي. فالشريعة تضبط حركة الإنسان من البطن إلى البطن من بطن أمه وهو جنين. الشريعة تحميه وتحفظ حياته وتحفظ حقوقه المبثوثة في أبواب الفكر وتحفظه وليدا وتحفظه صغيرا وتحفظه في جميع مجالات الحياة. وهو يتحرك في هذا الكون معمرا لا مفسدا للأرض. إن الله لا يحب الفساد والله لا يحب الفساد. إن الله لا يحب المفسدين. أمرنا بإعمار الأرض بعمارها لا بخرابها ودمارها. إذا في الشريعة تضبط حركة الإنسان في السوق في التجارة في الإدارة في العمل في جميع مجالات الحياة. والآية 18 من سورة الجاثية واضحة ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الآية 75 من سورة البقرة ترفع الحرج عن البشرية قاطبة. وعقلاء الدنيا يشهدون أن معظم أزمات العالم في المجال الحيوي مجال المالي والاقتصادي سببها الربا الذي حرمه القرآن في الآية 75 من سورة البقرة وأحل الله البيع وحرم الربا. وفي السورة نفسها
الآية 282 نجد أطول آية في مجال التوثيق، في مجال التجاري، في مجال الرهن، في مجال الإشهاد. أطول آية في القرآن الآية 282 من سورة البقرة، والآيات كثيرة تضبط حركتنا في جميع مجالات الحياة، إما بنصوص قطعية في دلالتها وهي كثيرة، أو بنصوص مجملة تحتاج إلى بيان وتفصيل من السنة النبوية، أو بنصوص كلية تحتاج إلى اجتهاد من قبل أهل النظر من العلماء المجتهدين. فالقرآن منهاج الحياة. أستغفر الله لي ولكم ولغفور. تجذب قيمة الصلح فينا جميعا إخواني أخواتي.
الأمة أيضاً مطالبة في كتاب الله العزيز أن تعمل على تبرئة ذمنها ذمتها أمام الله، لأن الأمة اختارها الله عز وجل وقال في حقها كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا تشريف كبير للأمة، الله شرف الأمة الإسلامية وكلفها في الوقت نفسه لتقوم بتحقيق فروض الكفاية. فإذا تملصت الأمة عن فروض الكفاية التي إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الجميع عن الباقين، أما إذا تخلفت الأمة وغابت لم تسجل حضورها الفعال فهي مسؤولة أمام الله. الدليل في سورة البقرة الآية 143 في وسط السورة، وكذلك جعلناهم أمة وسطا، الأمة الوسط للدين الوسط لتكونوا شهداء على الناس. الشهادة تقتضي الحضور، لا بد أن تحضر الأمة في جميع مجالات الحياة، في المجال الشرعي، في المجال القانوني، في المجال الاجتماعي، في المجال الاقتصادي، في مجال علم الفلك، في المجال الجيولوجي، في المجال التكنولوجي، في جميع المجالات لا يجوز للأمة أن تتخلف. صحيح أمتنا تعاني من حفر التخلف في كثير من الميادين، ولكن هذه الأمة المرحومة لا تضيع، بدليل الحديث الذي قاله الصادق المصدوق الذي يرويه صاحب المستدرك الإمام الحاكم في مستدركه: أمتي أمة مرحومة، وفي رواية إن أمتي أمة مرحومة. هذه الأمة قد تتخلف في بعض المجالات، قد تعاني ألوانا من الهزات والزلازل والمصائب، هذا أمر طبيعي. فإذا كان الله بحكمته قد ابتلى الأمة عبر العصور حتى في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال في حق الرسول وفي حق الصحابة الكرام: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وهؤلاء الصحابة الذين برأوا ذممهم بما بذلوه من جهد واجتهاد واستحقوا أن يخلدوا في الوحي الطاهر الذي يتلى إلى أبد الآبدين، يقرأوا سور القرآن، نقرأ مثلا في قوله تعالى عن المهاجرين آخر الآية الثامنة، يقول: أولئك هم الصادقون. ثم التي تليها الآية التاسعة: حدثنا عن الأنصار يحبون من هاجر إليهم إلى أن يقول ويؤثرون على أنفسهم. ثم تأتي الآية العاشرة: ربنا يقول ويعلمنا لكي لا ننسى فضل السابقين ففضلهم لا ينسى، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والأمة تعاني ألوانا من القروح، هذا أمر معلوم، ربنا يعطينا الدواء الشافي الكافي الذي يزرع فينا الأمل في الآية 139 والآية 140 من سورة آل عمران: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إلى أن يقول: إن يمسسكم قرح، أمتنا تعاني من ألوان من القرح، ولكن ربنا يعالج هذه الأمة في وحيه: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويعلم الشهداء والظالمين.
فإذا كانت هذه الأمة تشهد على الأمم السابقة هذا تشريف كبير. الآية 43 من سورة البقرة: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليهم شهيدا. والرسول يشهد لنا أو علينا لا سمح الله. لذلك أبكته الآية في القرآن فيما تعلمون من هذه القصة حينما طلب من ذلك الصحابي الجليل أن يقرأ عليه القرآن فقال: أقرأ عليك وعليك أمسك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب أن أسمع بوضعي. فبدأ يقرأ من أوائل سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى أن وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد. الآية 41 من سورة النساء. قال له: حسبك، أي توقف. فقال الصحابي الجليل: نظرت إلى وجهه الشريف فإذا عيناه تذرفان الدموع. أبكته صلى الله عليه وسلم لأنه أدرك هذا الموقف الجلل من الأمة من يفوز، من الأمة من لا يفوز. والعين تدمع لفرح وأحزان، كما قال الشاعر: يا عين لقد صار لك البكاء عادة فصرت تبكين في فرح وأحزان، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد. الله قادر على أن يغير حالنا إلى أحسن حال، على أن يكون التغيير صادرا من نفوسنا. الله قبل أن يقول: ونفس وما سواها. الآية 7: قال: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. ربنا حرك الكون، أقسم بالشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض، حرك الكون كله. ثم تأتي الآية 7 ليقول الله عز وجل فيها: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقد في إعرابها اللغوي أداة التحقيق، جاء بعدها في عمار: قد أفلح من زكى. جهودنا لا بد أن تنصرف إلى ما بعد قد. الأسرة والأئمة والإعلاميون والحكام والمربون، الجميع مسؤول. الحديث المتفق عليه يقول في النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. الحديث جامع يكلفنا جميعا ويحملنا المسؤولية في العمل التربوي والعمل الاجتماعي. قد أفلح من زكى وقد خاب من دسى. فالتغيير يكون منطلقه من النفس، كما قال الله عز وجل في الآية الراعدة، الآية 11 من سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا اجتهدنا في تحقيق ما نستطيع حقق الله لنا ما لا نستطيع، لأن أمره بين الكاف والنون، كما في سورة ياسين الآية 82: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا لصيام ايامه وقيام لياليه، اللهم وفقنا لاستثمار هذا الشهر الفضيل في الطاعات والقربات والباقيات الصالحات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم غير حالنا الى احسن حال، اللهم احفظ بلادنا الجزاء من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصبرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم زدنا إيمانا وتقوى ويقينا، اللهم زدنا